تم تعزيز قطعاتنا أخيرا بقطعات إضافية من لواء الشرطة الاتحادية وقطعات أخرى أيضا من الجيش لتعزيز الواقع الأمني في محاط ميسان، وهذه القطعات راح تأخذ دورها في فرض الأمن والقانون في المحافظة. أيضا عندنا عمليات استباقية لتفتيش بعض المناطق الموجودة في ضمن قاطع المسؤولية، نزع الأسلحة الغير مرخصة وكذلك ألقاء القبض على المطلوبين قضائيا. عملية بالفرق مناطق الترفيه وتجمع المواطنين.